بدأنا برامج رمضان اللي دايما ما بتخلصش غير ببعض المشاكل ربما ترتقي للفضايح والمذيعات الأفاضل عشان يركبوا الترند والناس تحكي عنهم طول شهر رمضان ما عندهاش مانع خالص ان هي تبدأ تسخن بشكل مباشر وغير مباشر في الضيف او الضيفة بصرف النظر ده ممكن يعمل ايه في محيط الأسرة والمجتمع. عن بسمة وهبة وبرنامج العرافة أتحدث. شفنا كلنا لقائها مع الفنانة المطربة بوسي والكلام اللي اتقال فيه اللي طالع أكلم حضراتكم في الفيديو ده عليها النهاردة. أصرت بسمة وهبة إن هي تحكي كواليس طلاق الفنانة بوسي من هشام ربيع صاحب طبعا محلات الكوافير الشهيرة، وان هي كانت وما زالت لسه بتحبه. وقالت لها بسمة وهبة: بصي في الكاميرا دلوقتي وقولي له بحبك يا هشام، انت تتحدث عن راجل طلقها ومتجوز وعنده بنات ومراته، واحده بتقول له في برنامج في التلفزيون في رمضان انا لسه بحبك يا هشام، لدرجه ان هو خرج رد عليها من العمر عشان يتكلم في الموضوع. بس قبل ما اقول لك الرد وايه اللي حصل، طبعا تصريحات بوسي ان هي بتحب هشام لحد دلوقتي اتقالت بشكل صريح في البرنامج. طيب، واحنا عارفين طبعا قصه هشام ربيع وبوسي كانت قصه ماساويه جدا، الطلاق ما عادش، الجواز ما عادش فتره طويله وحصل الطلاق، وان هي ورطته في سجن لمده 4 شهور. طبعا السجن من هشام ربيع كان علشان سدد شيكات على حد بقى الروايه بتاعته عن الفنانه بوسي. ايه اللي حصل وايه الموضوع في سبب انفصال هشام ربيع عن بوسي وايه اللي هي قالته في البرنامج هقولك. بوسي بتقول ان هو كان عليه ذنب كتير في ودانه، ان هي بتحبه، ان هو واقف جنبها، وان هو سدد عنها شيكات، لكن هي ما زالت محتفظه ليه بمشاعر كتير، وان هي كانت بتتعصب على بسمه وهبه في حاله ان هي تبقى بتضايق عليها الخناقه في تفاصيل شويه في علاقتها بهشام، في اشاره منها ان هي ربما تكون لسه لغايه دلوقتي على علاقه او مرتبطه بهشام ربيع. هكذا كانت البرنامج والحلقه وتقدر ترجع لها. لدرجه ان رد هشام ربيع وهو في السعوديه الان واثناء بس الحلقه كان في السعوديه هو واولاده ومراته، اضطر يطلع يعمل لايف وكلكم هتقدروا تشوفوه معاكم على الانترنت بيبرر وبيتكلم فيه عن كواليس ما قالهاش قبل كده عن هذه الانسانه، وقال عليها كلام صعب جدا. قال ان انا اتسجنت بسببها، ان انا كنت بسدد كل اللي عليها من شيكات تتخطى الملايين، وان انا خلصتها من عصابه يترأسها طليقها السابق واصحابه وشله كده، وهو اللي نجدها منهم بسداده لهذه المبالغ اللي دخل عن اثارها السجن تتخطى الملايين. طيب، لما طلع عمل فيديو من العمره قال نمره واحد كده: الانسانه دي بتتنفس كذب، بيتكلم على بوسي طليقته ان هي بتتنفس كذب، وان كل كلمه قالتها مع العرافه بس وهبه في البرنامج كلمه كاذبه. وقال كمان ان سبب الانفصال عشان محدش يبقى بيزايد عليه واللي هي قالته كلام غلط، هي قالت ان سبب الانفصال ناس زنت على ودنه كتير عشان يطلقني وفضلت تستغل وجوده في السجن. خد بالك السجن اللي هي ما راحتلوش ولا مره ولا زارته ولا مره، في اشاره منها ان هي بتتكلم عن مراته ام ولاده اللي هو طلقها علشان يتجوز بوسي وبعدين رجع لها بعد ما طلق بوسي. قال ان سبب الانفصال كان ان الناس بتقول كلام في ودنه كتير عنها، ان هو كلام سيء يعني عن بوسي، وان هو لما طلقت بوسي ده لاني دخلت السجن 4 شهور ودفعت ليها عشان اخلصها من تشكيل عصابي بيتستروا طليقها وعيلته، طليقها وعيلته تشكيل عصابي كان بينجدها منه وسدد عنها شيكات وملايين كتير. في السجن ما زرتوش ولا مره. في ال4 شهور السجن بوسي ما زرتوش ولا مره. تخيل انت لو انا اتسجنت علشانك ورحت السجن وانت ما بتجيليش ولا مره وحتى استشهد ولا عندكم كشوف الزياره تقدروا تتاكدوا من صدق كلامي ان بوسي اللي انا سجلت عشانها واللي خلصتها من تشكيل عصابي ودفعت عشانها ملايين ولا مره جات لي زياره في السجن. وبيقول كمان ان هو لما خرج من السجن راح البيت، بيتها بقى بوسي لها قافله البيت ومش عايزه تقابله كمان، يعني بتتهرب منه وما تدخلوش البيت بعد ما اتسجن بسببها وبعد ما دفع هذه الملايين. مين اللي بيقول؟ هشام ربيع عن الفنانه بوسي. قال ان انا غلطت واصلح الغلط دوت، وان هو راح طبعا من الرجوله انه يعترف بغلطته، وان هو ما كانش يتوقع انها تطلع بهذا الكم من النداله، سواء كانت معايا في السجن او بعد السجن او بعد الطلاق. اكتشف انها كانت متجوزه قبليه
اتنين مش واحد، مش اللي اسمه فاطين بس، لا ده واحد تاني، لدرجه ان هو قال انا ما اعرفش طب انت ليه بتبداي جوازنا بكذبه، مش كنت المفروض تقولي لي ان انت متجوزه اتنين مش واحد بس، وعمال يكتشف بعض الحقائق اللي بتنال من الفنانه بوسي، اللي هو كل ده كان في اللايف اللي عمله من العمره. خد بالكم عمل اللايف ده من مكه يا جماعه نظرا للموضوع، وقال ان الكلام اللي هي قالته دوت ولسه بحبك يا هشام وبس ما تقعد تبص لي طول ما لكش دعوه باللي بيني وبينه ولسه بحبك، ده كلام يخرب البيوت، وان ده من شأن مراتي لما تسمع وتشوف هي اولادي الكلام ده المفروض يتعاملوا ازاي. وبيني وبينكم هو ده برضه كلام يعني مظبوط، يعني ايه انا ابقى بتفرج في التلفزيون الاقي واحده في برنامج فنانه مشهوره لسه بتقول لي على التلفزيون في الهواء اللي برنامج مسجل بحبك يا هشام، اللي هو ايه يعني؟ بحبك يا هشام وهو اتسجن عشان اربع شهور ما راحتلوش. واضح ان الكواليس والتفاصيل اللي ما بين بوسي وهشام ربيع كانت كتير جدا. العادات والتقاليد والمبادئ اللي احنا اتطلقنا بيقول ان انا يعني متوقعش ان هي تبقى بتدمر اسره لمجرد شهره في برنامج تطلع بيه ترند حتى بعد ما تم الانفصال، ودي حقيقه. يعني انت عشرتني بالمعروف وكل واحد راح لحاله واتسجنت بسببك وسجلت لي سددت لك ملايين، خلصت الحكايه بقى، ده اذا كانت خلصت. فبالتالي مفيش منطق انها تطلع في البرنامج ده تقول هذا الكلام. دايما بيبقى في جزء اخر من الحقيقه محدش يعرفه خالص، ودايما تفاصيل العلاقه سواء بعد او اثناء او حتى قبل فكرة الارتباط بيعلموها الاتنين بس. رد هشام ربيع على بوسي من مكة في التفاصيل دي ورد الجراءة اللي بتتكلم بيها بوسي مع بسمة وهبة عن هشام ربيع بالشكل ده يشير ان ربما يكون هناك امر ما احنا لسه مش فاهمينه، ولكن نظريا المفروض قضي الامر بمجرد ما تم الانفصال، العشرة بالمعروف والفراق كمان بالمعروف، ولكن دايما موسم رمضان بيكون مادة خصبة سواء للبرامج او الاعلاميين والاعلاميات او حتى النجوم لركوب الترند حتى لو في فرقعة وكلمات ربما تأذي مشاعر ناس. رسالتي الاخيرة اتقوا الله، مفيش اي منطق ان انا اخرب بيت مفروض ان هو رجع تاني لاهله ومراته وبناته وخلاص تجربة وعدت تجربة بوسي، وكمان بوسي واضح ان هي ما عندهاش رد على اللي قاله هشام ربيع، فمش هنقعد نقول بقى مين اللي كان مفتري ومين اللي عمل في مين ايه، انت صدق نفسك من القصه اللي انا حكيتها لك وشوف عقلك يقتنع بكلام مين فيهم. اخذا في الاعتبار ان بوسي كان ليها قصه مع ابوها، وابوها طلع في التلفزيونات وقال بتتبرى مني وما بتقابلنيش، وسعد الصغير وليها حكايه مع بوسي، وبوسي كانت متجوزه اتنين قبل هشام فكده اصبحت متجوزه ثلاثه. القصة توديك لشكل معين من اللي عقلك ممكن يصدقه، لكن في الأول وفي الآخر ربنا أعلم ببواطن الأمور. يبقى الترند في رمضان وفي النوعية دي من البرامج هو اللي مطلوب للنجم والبرنامج أو حتى المذيع. ربنا يستر على الجميع.